نقطع الفراخ بتاعتنا صغيره جدا. كمان عندي كزبره بقدونس هيبقى كتير شويه مفرومين ناعم، عندي صلصه طماطم، عندي كركم، عندي جنزبيل، وعندي شويه كزبره ناشفه بسيط جدا، عندي بصل مفروم ناعم جدا، ولسان طير طبعا اللي هو لسان العصفور، وعصير طماطم نصفيه من غير بذر. للتزيين انا هنا اخترت، تعالوا هنا كده، سلايز ليمون واوراق بقدونس واوراق كزبره. طيب تعالوا بينا انا هنا الحله بتاعتي سخنت، طبعا الملح والفلفل ده اساسي، وهنحط عليها شويه زيت بسيط خالص، يعني ما يعادل معلقتين كبار بس لا اقل ولا اكتر. هاخد هنا، عايزين تعملوها بالزبده اعملوها، عايزين تعملوها بالسمنه اعملوها، دي حاجه حريه اختياريه ليكم، بس اعملوها بالطريقه دي بتبقى اخف شويتين حلوين. اهو هنقلبه عشان يتحمر، بس مش هنحمره قوي، يعني مش هنعمله يبقى لونه بني او براون زي ما احنا متعودين على لسان الطير بتاعنا او الشعريه بتاعتنا. انا هديله برضه، هقول لكم، صدمه في الزيت لا اقل ولا اكتر عشان ما يعجنش مني بس كده. اهو وهقوم منزله جاجيالي او الفراخ بتاعتي وهشوحها او اقلبها كويس جدا اهي. عايزه اخد بس فوطه عشان امسكها كويس ونقلب. هشوح كويس جدا كل ده. اول ما تبتدي الفراخ تبيض معايا، مش عايزاها تبيض، يعني اول ما تبتدي تبيض معانا بس هنقوم عاملين ايه، حاطين التتبيله بتاعتنا. بصوا الزيت مش فيها كتير خالص، ما فيهاش كميه زيت كتيره، فده مش هيضايق معدتنا خالص يا جماعه. هبتدي احط الملح اهو، والبزار اللي هو الفلفل، ونبتدي نحط التوابل بتاعتنا، كزبره ناشفه مع شويه من الكركم مش كتير، وعندي جنزبيل باودر. يلا بينا. بظن ان دي طريقه مختلفه تماما عن اللي انتم متعودين بتعملوها، بس جربوها تبقى معاكم حلوه، طعمها بيبقى حلو قوي، ما بتعجنش خالص، لا تقلقوا نهائيا. هاخد ميه مغليه اهي،